السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بأنشطة تقويم ودعم وتوليف تعلمات الوحدة الثالثة مرجع فضاء الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. إذن لنبدأ بالسؤال الأول. أكتب كتلة. إذن لدينا إناء فارغ، إذن إناء مملوء بالتفاح ثم قنينة. إذا المطلوب منا هو أننا نحسب الكتلة ديال الإناء، الكتلة ديال الإناء وهو مملوء، الكتلة ديال التفاح، ثم الكتلة ديال القنينة. إذا بالنسبة للإناء وهو فارغ، إذا الكتلة ديالو هي 200 غرام، إذا حسب الميزان الذي يشير إلى 200 غرام. الإناء مملوء، إذا الإناء وهو مملوء، إذا لاحظوا معي 200 300 400 500 600 650 بالضبط، 650 غرام. إذا 650 غرام، هذه راه الكتلة ديال الإناء والتفاح بجوج. دابا المطلوب منا هو أننا نحسبوا فقط التفاح شحال. غادي نديروا 650 غنقصوا منها 200، يعني الإناء زائد التفاح غنقصوا الإناء. إذا 650 ناقص 200 إذا تساوي، إذا غرام غرام، إذا تساوي 450. 450 ماذا؟ غرام. إذا فالتفاح بوحدو فيه 450 غرام، والتفاح والإناء 650 غرام، والإناء بوحدو 200 غرام. إذا القنينة، إذا لاحظوا معي القنينة، إذا 250 غرام، إذا القنينة 250 غرام. ندوزو للسؤال الموالي، السؤال الثاني. ألاحظ كل ميزان وأكتب الكتلة. إذا نبدأ من اليسار. إذا عندنا تفاحة، عندنا 20 غرام زائد 5 غرام هي 25 غرام. إذا كتلة الإجاصة عندنا 150 10، إذا 100 زائد 50 زائد 10، إذا 160 غرام. 160 غرام. عندي علبة، عندي كيلوغرامان وغرام واحد، كيلوغرام واحد، إذا جوج كيلو واحد كيلو، إذا هنا عندي 3 كيلوغرام. بالنسبة للعلبة الخضراء عندي جوج كيلو واحد كيلو وميتين وخمسين غرام، إذا جوج تلاتة تلاتة وميتين وخمسين إذا غرام. إذا فالجواب، إذا سنكتب تلاتة، إذا تلاتة كيلوغرام، إذا ومئتان، إذا ضروري نضيفو 250 غرام، إذا تلاتة كيلوغرام ومئتان وخمسون غرام، لأن بالنسبة للدرس إذا الهدف يعني ليس هو تحويل الكيلوغرام إلى الغرام، لأنه مازال ما تعرفناش الوحدات اللي بين الكيلوغرام والغرام. إذا فاحنا شفنا فقط الكيلوغرام وشفنا الغرام، شفنا فقط الكيلوغرام والغرام، ما شفناش تحويل من الكيلوغرام للغرام، وما شفناش الوحدات اللي بين الكيلوغرام والغرام. إذا فالجواب خصو يتكتب على شكل 3 كيلوغرام و 250 غرام. ندوزو للسؤال الثالث. في قاعة المسرح المدرسي 954 متفرجا ومتفرجة، 449 منهم كبارا والباقي صغار، 210 من الصغار طفلات والباقي أطفال، ما هو عدد الأطفال والطفلات؟ أكتب كل عدد في المكان المناسب. إذا ما هو عدد الأطفال؟ إذا حنا عندنا 954 ناقص 449، إذا هاد العملية هادي اللي غادي نديرو فهي غتعطينا عدد ماذا؟ عدد الأطفال، سواء طفلات ولا أطفال يعني ذكور. إذا نحسبوا النتيجة، إذا 14 ناقص 9 إذا تساوي 5 ناقص 5 0، 9 ناقص 4 5، إذا 505. إذا ف505 هو عدد الأطفال والطفلات. حنا قالوا لنا بلي أن هاد 505 210 فيها بنات، إذا 905 غادي نرجعو بمئة، إذا سنطرح 100 غتعطينا 805، سنطرح 100 غتعطينا 705، غنطرحو 100 أخرى غادي تعطينا إذا 400، إذا عفوا 605، ثم إلا طرحنا 100 أخرى تعطينا 505،
505. إذن ف505 هو عدد الأطفال والطفلات، إذن ككل عدد الأطفال والطفلات. إذن لاحظوا معايا، إذن ف954 اللي هي هذه فيهم 449 كبار، إذن ها كنقصوا 9 وكنقصوا 40 وكنقصوا 4 ديال 400، يعني 4 ديال 100، إذن ها هي 4 ديال 100. داكشي علاش قالوا لينا كملوا هذا الشريط باش لقاو 505 اللي هو النتيجة ديال العملية. إذن ف 954 متفرج ومتفرجة سواء كبار ولا صغار، حنا غنقصوا منهم 449، ها نقصنا 9 نقصنا 40 بقات 400، 100 200 300 400. دونك العدد اللي عندي هنا هو عدد المتفرجين ديال الصغار، طفلات واطفال. قالوا لنا بان 210 فيهم هما طفلات، اذا الباقي اطفال. السؤال الثاني ما هو عدد الاطفال؟ اذا عدد الاطفال سهل، كنديروا 505 غنقسم منها 210، اذا العدد هو، اذا 5 ناقص 0 5، 0 ناقص 1 لا يمكن، اذا نضيف 10، اذا 10 ناقص 1 تساوي 9 و5 ناقص 3 يساوي 2، اذا 295 هو عدد الاطفال. اذا عدد الاطفال يعني ذكور هو 295، 295 هو عدد الاطفال. اذا نمر الان الى السؤال الرابع، شارك 5 اطفال في سباق مدرسي للجري، دخل محمد في الصف الاول ووصل عبد الله في الصف الاخير، دخلت عائشة خلف خديجة وفاطمة خلف عائشة، استعين بالرسم التالي واحدد اسم من دخل في الصف الثاني. عندي 5 ديال الاطفال في سباق مدرسي للجري، محمد في الصف الاول وعبد الله في الصف الاخير، دخلت عائشة خلف خديجة، اذا عائشة كاينة خلف خديجة وفاطمة خلف عائشة، اذا عندي عائشة، عائشة اذا خلف خديجة، يعني خديجة كاينة هنا، خديجة كاينة وفاطمة خلف عائشة، يعني فاطمة عندي هنا، فاطمة خلف عائشة. اذا الترتيب هو خديجة مورا محمد غتكون خديجة، عاد عائشة، عاد فاطمة، اذا وعبد الله في الاخير. نمر الان الى السؤال الخامس، استعمل الرسوم واكمل. اذا الرسوم عندي هنا تقنية الجمع، اذا تقنية الضرب عفوا، اذا استخدام تقنية الضرب. اذا غنحسبوا المجموع ديال هاد النجوم، اذا في كل مجموعة عندي 1 2 3 4 5 6 7، اذا في كل مجموعة عندي 7، هنا عندي 7 وهنا عندي 7 وهنا عندي 7 وهنا عندي 7، 7 شحال من مرة؟ 4 المرات، ها 1 ها 2 ها 3 ها 4، اذا هي 7 في 4. اذا نديرو عملية الضرب، 7 في 4 كتساوي 28، 7 في 4 تساوي 28. نمر الان الى السؤال السادس، احيط بخط الكتابة الضربية التي تمثل عدد الاقراص. اذا الكتابة الضربية التي تمثل عدد الاقراص، حنا عندي 1 2 3، عندي 3 ديال، عندي 3 ديال الاقراص في شحال من مجموعة؟ في 4 المجموعات، اذا 3 في 4، 3 في 4 او 4 في 3. اذا لاحظوا عندي 4 في 3 اللي كتساوي 12، وعندي 3 في 4 اللي كتساوي 12. اذا فالكتابات بجوج صحاح، علاش؟ لان الضرب تبادلي، عندي 4 ديال المجموعات كل مجموعه فيها 3، او عندي 3 ديال الاقراص في 4 ديال المجموعات اللي كتساوي 12. اذا فبجوجهم، اذا الكتابات الضربيه ديال 4 في 3 و 3 في 4 بجوجهم صحاح، لانهم كيمثلوا لنا عدد الاقراص. اذا اصدقائي الى هنا ينتهي هذا الفيديو، موعدنا يتجدد ان شاء الله تعالى اذا في الحصه القادمه مع تقويم ودعم تعلمات الاسدس الاول. كونوا في الموعد، الى اللقاء.